المباراة الملكي ريال مدريد وألميريا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني. لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل التطبيق اللايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب الذي يستقبل هذه المباراة ملعب باور هاوس ستاديوم ميديترانيوس ألميريا. أما بالنسبة لتوقيت هذه المباراة سوف يكون في الساعة 9 ليلا بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والعاشرة بتوقيت القاهرة، والساعة 11 بتوقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة قناة بي إن بريمير إتش ديوان وأذان بي إن الفوركي الناقل الحصري لهذه المباراة بتعليق رؤوف خليف، تجدون البث في صندوق الوصف. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا فقط دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصة الجرس على الكل لكي يصلك دائما المواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة وفريقك المفضل بالأخص، ونضرب لكم موعد في موعد قادم.